رايحة ليكي. إذا كنتي رايحة على المخفى رايحة على اليخت أمي على اليخت. ديري بالك على حالك. إيه على اليخت. أمير أنت شو عم تعمل هون هلا؟ ما قدرت روح على الكلية وضاق خلقي بالبيت، قلت بجي وبشوفك. صاير شي؟ أنا بعرفه لبابا منيح، أكيد بعرفه، هو ما عمل شي أبدا. أمير عن جد بلا ما نحكي بهالموضوع. أنت رايحة على اليخت؟ إيه رايحة. كنت حابب أقضي هذا النهار معك، بس مبين طالعة على البحر مع أهلك. لا مانن رايحين، بس لازم مر لهونيك هلا. يلا لوصلك لكم. يلا أنا رح أستناكي. اليوم رح بيكون إلنا. عم تسمعيني؟ ماشي فورا راجعة. ألو نعم لافاند بيك؟ لافاند بيك؟ أمير بيك، المشبوهين قبضوا عليهم وهلا عم يتحقق معهم والشكوى المرفوعة ضدك انسحبت يا معلم. شكرا لك، أخيرا ارتحت. لا العفو. كمشون. الحمد لله الحمد لله. استني لدق له لبابا ونطلع فورا. ماشي. بابا لي عندك بشارة. زواجكن على مصر. ما قدرنا نحكي كتير ومن فترة اجيتي على العرض وما قدرنا نلتقي. تشرفت بمعرفتك. وانت كمان شفتك لما وصلت فريحة على الكلية. انا امير.
لافنت. لافنت هو صديق عائلي مقرب كتير. ايه تشرفنا. فريحة أبوكي كمان هون؟ لا. شو كنتوا طالعين على البحر؟ أمير خلينا نروح يلا. على كل إن أنا تشرفت كثير بمعرفتك. بالإذن مدام. مع السلامة. أظن أني حابب أسمعك. شو في حالتك؟ أنا المفروض أتوتر وأتلبك لما كنت عم تعرف على أمك. أنت متزعلة مع أمك شي؟ ولا عملت شي ما كان لازم اعمله او حكيت شي غلط؟ فريح حكي لك شي شغله؟ لا انت ما عملت شي غلط. ايديكي باردين مثل التلج، انت مانك طبيعيه، شو صاير؟ لا حبيبي انا منيح، ما في شي. يلا نروح. لكن رح نروح لشي محل نحكي فيه براحتنا. لافنت انا سبق وقلت لك انت ما بتعرف تتعامل مع هدول. لو ما ركبت وحده بتنظف عندك على الموتور ووصلتها على الكليه ما كانت استرجت من الأساس تجيب حبيبة لهون على أساس هذا يخت أبوها. شبكي هي إجت لترجع المصاري. المرة الماضية لما إجت لتنظف كنا مستعجلين وأنا خربطت بالمصاري. مالي مصدقة يا مالي مصدقة أنه فريحة شافتنا. بدك رأيي؟ سينم أنت تصرفتي غلط بلعبك دور أما لفريحة. لافنت شو كان فيني أعمل؟ انت ملاحظ انه بنت الناطور شافتنا ونحن عم نتباوس؟ شو هالجنان هاد يا؟ لك الواحد كيف ممكن يكذب هيك؟ شو هالكذب؟ والكذبة كمان انك صرتي شقفة منها. هاي اللي شفقنا عليها، فريحة بنت الناطور. ليك اخذة رجل الاحلام تبع جانسو. يعني اخذة كل شيء بمثل جانسو. أنا، خلدون، الأوتيل. هيك بنت ممكن تتوقع منها كل شيء، فريحة ممكن تعمل أي شيء. ماني مصدقة يا، فعلاً من غبائي. بإيدي أنا جبتها لهون على اليخت. سينا، هدي أعصابك شوي بقى. هيك صرتي أنت عم توتري حالك. غير هيك شو ممكن أعمل؟ لك سر حياتي الوحيد صار على لسان هالبنت. معقول هالحكي هاد؟ روحي واحكي اذا بدك ماشي. هي مكذبه يعني بالنص في كذب. روحي واساليها اذا بدك ليش مكذبه وليش هيك عامله. واذا حكيت شو رح يصير؟ شو ممكن تحكي لحتى تطمن لي بالي؟ كيف ممكن نامن من وحده كذابه؟ هلا انت مفكره انه فريحه رح تستغل الموقف اللي شافتنا فيه؟ Thank you.
شايفك انعديتي مني؟ لما العيلة بتكون موضوع الحديث قديشنا متشابهين؟ بعرف شو عم بتحسي هلأ وشو بدك كمان. معك انتي بدي اسكت هلأ. وانتي ايمتى ما حبيتي؟ اكيد فيكي تحكي وبتلاقيني جاهز لاسمعك. خليني انزل هون بلا ما تفوت اكثر. يمكن لازم احكي مع ابوكي لحتى اقدر وصلك لقدام باب البناية. لا انا بس جعبالي امشي شوي. هلا صار بيستاهل انتظاري. وين كنتي؟ مو مهم، المهم مكان ما بحب كون فيه. سلام. تنذكر وما تنعاد أمير. وهي التفاهة تركناها ورانا. مين اللي ضربه للشب؟ شو بيعرفني كوراي؟ ما سألت. ممكن يكون بياه. أنا لو كون محل عمو أنال كنت دقدست على القصة. ممكن عاملين هيك ليتهربوا من شي دفعة مصاري أو شي تاني، ما بعرف. ولما وصلت الشغلة عالجد رموها عغيرهم. قديشك واثقة من نفسك هاندا؟ الولد خلاهم يضربوه بس مشان ما يدفع يلي عليه، مو هيك قصدك؟ طبعا بتستاهل المصاري. فريحة انت شبكي؟ انا حللت هالقصة وبس. مو هذا هو الجواب. شو الجواب؟ الشغلة مو هيك. بعدين بابا راح وحكى مع الجماعة بالموضوع. لا طالبين مصاري ولا حتى تتسكر الديون. خلصنا يا ناس فاضيين واحاديث فاضيه. نحن خلينا نروح. يلا هي شو وجعها؟
بس لتخلص هالشغلة ومنشوف يا حياة التبن. كأنه زودتيها شوي. أساساً أنتو يلي زودتوه، عم تحاكموا الحياة اللي ما بتعرفوها وعم تدفنوها تحت الأرض. فريحة، ما عاد بدي أحكي بهالموضوع أبداً بقى. يعني الناس اللي ما بتعرفوهم أبداً عم بتدوسوهم برجليكم بس لأنهم ما عم بيعيشوا الحياة اللي عم تعيشوها، وبعدين أنا بطلع يلي عم زودها. لك الزلمة سرق سيارتي، ما بيكفي إنه ضربني، لا وراح كمان اتهمني فوقها. لهيك ما عاد بدي شيء بسيرته ولا سيرة أي شيء مع أهم وحدة بحياتي فريحة. عم تفهميني؟ أنا بس أكلي هم فعلاً. يعني لما بيصير هيك، شو لو أنا كنت بنت هالبواب مثلاً؟ يعني إنه يكون هالرجال هو أبي، وقتها ممكن يكون أهم وحدة بحياتك عن جد أمير. أنت شو عم تحكي؟ شو دخل هي بعلاقتنا نحن؟ بس أعطيني جواب، يعني ممكن يكون قاعدة هون أو لا؟ فريحة، شو هالسؤال هاد؟ أمير اسمعني. أصلاً أنت يلي رح تسمعيني فريحة، رجاءً للمرة الألف ما عاد بدنا نحكي بهذا الموضوع. مليت من يلي سرق سيارتي ومن عيلته ومن كل قصصهم، عم تفهميني؟ أمير ممكن توقف على جنب. شو؟ قلت لك وقف السيارة. فريحة، أنت شو فكرة حالك عم تعملي؟ ما عم بعمل شيء، مثل حكايتك تمام. فريحة، نحن ما رح نكون طبيعيين أبدا، ما رح يكون عنا يوم طبيعي واحد. شو عم بطلب شغلة كبيرة؟ عم بطلب بس يوم طبيعي واحد. صعب كثير طلبي؟ بس يوم طبيعي واحد فريحة. فريحة طلعت لفوق وأنا بطلع بس تجي، وأهلي بعدين مو هون. لا يعني المسا بدك ترجع على البيت؟ وعمتي معنا هون، بس على كلن لازم شوفك حتى تقدر تطيب لي خاطري. لك تكرم عيونك. ها عم بيرن تليفون البيت، أنا برجع بحكي معك. ماشي ماشي. ألو محمد، عمك صالح ما بده يخلينا نرجع، تأخر الوقت وعم يقول ضلوا ناموا عنا، وهلأ الأولاد صغار ناموا، يعني نحن هلأ رح ننام هون. ماشي أمي، أنت لا تشغلي بالك. ها هاي فريحة اجت كمان، كانت ببيت جانسو، قلتلك إياها؟ لا لا، ديروا بالكم واقفلوا الباب منيح. ماشي. بدك شيء أنا رايح. لوين؟ فريحة أهلي رح يناموا عن بيت عمي صالح، وأنا رح ضل عند رفقاتي. شو؟ بتخافي بالليل تضلي لحالك؟ لا ليش لحتى أخاف؟ أنا بدي أدرس أساساً. منيح، فلي الباب وسكر الشباك. ماشي؟ يعني أنت ما رح ترجع للصبح محمد؟ يعني رح تضلك برا؟ شو ست فريحة، أخذ الإذن منك؟ أنا جاي عبالي روح أسهر مع رفقاتي. خلص اقفلي الباب ونامي. طيب. كوراي، شو وينك انت امير؟ احمل حالك وتعال يلا نحن هون. لا يا كوراي، انا بالبيت ماني طالع ابدا.
ماشي باي. لك اخي خلص ما بدي اجي. لك اخي ليش ما بدك تجي؟ حبي. ليش معصي؟ لا مو هيك بس فكرتك وراي. شو عم تعمل؟ شو عم بعمل؟ بالبيت وعم شوف فيلم. اشتقت لك. كثير مشتاق لي. كثير. حياتي رن الجرس استني شوي لشوف مين هاد. استني دقيقة. ليكني وصلت عليك. تفضل ذوق هالطعمة. شو ما عجبتك؟ لا بس ما عم صدق عيوني انك هون. اهلي راحوا من هون وانا هربت. فريحة انت ملاحظة انه نحن شو عم نعمل؟ شو عم نعمل؟ انت عندي وعملتي لي أكل، يعني نحن عم نعمل شغلات طبيعية. نحن آخر فترة عشنا لحظات صعبة. ما قدرنا نروح على السينما. كنت بدي أخدك لعند أمي على العشاء بس ما قدرت. شغلات كتير كنا نعملها بس ما قدرنا. مثل في شغلة إذا بدي أقولك عليها أكيد رح تقول علي بنت صغيرة. مرة كنا متزعلين من بعض وانت اجيت لقدام بيت وكان عم ينزل تلج. يوميتها كنت حابة نلعب بالتلج انا وياك. ما بعرف ليش هيك حبيت نمشي بس مو اكتر. يلا ما مشي الحال. راحت للتلج الجاي. يسلم ودياتك. سار حبيبتي انت ليش عم تبكي؟ انا ما بتحمل شوفك عم تبكي. ها ما في شيء. انا منيحه كثير. ما بدي شوفك عم تبكي. خفتي؟ مو خوف بس انا جسمي كله عم بيرجف. لك لا تروحي لا تروحي. هي راحت لي. اوف فرشي شوي بتتعود. انا قلت لك بلاها بلا ما نحضر فيلم رعب. لك يا حياتي انا بحميكي. انت احمي حالك. حالي؟ أمير حاجة بقى يا خلاص. عم يشكر على شعري. أيوة شو يعني؟ لك أمير ما تهربي. عم يشكر على شعري. تعي لعبي تعي.
من أي شيء بملكه وبعرفه بحياتي كلها. وأنا كمان كثير بحبك، حتى أحيانا ما ببين هالشي بس بحبك كثير. أمير دير بالك، ما بدنا هالشغلات هاي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.